أعزائي، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم السبت 15 من يناير لعام 2022، وقبل ما نبتدي حلقة النهاردة أود أولا أن أنا أشكركم على حسن متابعتكم، لأنه في الحلقة الأخيرة الحقيقة بلغ عدد المتابعين أكثر من 500,000 مشاهدة، وطبعا دي حاجة في يعني قنوات التواصل الاجتماعي في برنامج طبي حاجة بتبقى صعبة شوية، لأن الكلام اللي نقوله معلومات يعني دسمة وعاوزة استيعاب. فأولا أشكركم على حسن المتابعة. ثانيا، ليه احنا بنعمل حلقة النهاردة؟ الحلقة النهاردة من برنامجكم سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي بتخص العلاجات المعتمدة من المراكز العلمية المتخصصة المعتبرة، لأن في الآونة الأخيرة يعني صار لغط كثير عن كثير من الأطباء بيدوا علاجات للمرضى في الكوفيد وبيعتبروها يعني كوكتيل خاص بالطبيب، وهذا على فكرة يعني إثيكالي أخلاقيا غير مسموح به، إن الإنسان ليس محل تجربة عشان كل واحد يبقى عنده علاج خاص بيه يستخدمه دون مراقبة المراكز الطبية المتخصصة. فده السبب الأساسي ليه بنعمل حلقة النهاردة، وعشان بندي ثقافة طبية عن الخطوط العامة للعلاج، عشان حتى المريض بثقافته يقدر يتابع الطبيب ده بيعمل معاه ايه في حالة الأوميكرون. طبعا انتوا عارفين انه متحول الاوميكرون زي ما قلنا في الحلقة الماضية، ده هو الخطة الإلهية لإنهاء الوباء بإذن الله في منتصف عام 2022، لأن اللي عمله متحول اوميكرون الأقل خطورة انه أزاح متحور الدلتا الأكثر خطورة. فإحنا النهاردة في الولايات المتحدة الأمريكية المتحور أوميكرون بيمثل 98.3% من الحالات، ومتحور دلتا الأخطر بقى يمثل فقط 1.7% من الحالات، فهو أزاحه الحقيقة. هتكلم النهاردة في النقاط الخمسة الآتية. أول حاجة هقولها أنه تخص متحور الأوميكرون، بنسميه وباء غير الملقحين، الناس اللي ما تلقتش اللقاح هي اللي بيسود فيها متحور أوميكرون. ولأني مش هلاقي يعني أو لابد أن أنا أعتمد على دول الإحصائيات عندها شيء مهم جدا، فأنا باخد تملي المقارنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهي من الدول اللي هي إحصائيا بتسجل الحالات بصورة أفضل، ما بقولش بصورة مثالية إنما أفضل من غيرها من الدول والوفيات. وهنا عاوز أبين لكم في النقطة الأولى إزاي فعلا متحور أوميكرون هو وباء غير متلقي اللقاح وأهمية تلقي اللقاح. فأنا هقارن الولايات المتحدة واللي يبلغ تعداد سكانها 330 مليون بكندا اللي تعداد سكانها 38 مليون، يعني حوالي تعداد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 9 مرات قد كندا. لكن تعال بقى نتفرج على الإصابات في الولايات المتحدة مقارنة بكندا، هل هي 9 مرات بس ولا أكتر، والوفيات هل هي 9 مرات ولا أكتر. وبرضو عشان نبقى محقين وإحصائيا مظبوطين وبنقول الأرقام لا تكذب، فأنا هاخد المتوسط اليومي لآخر أسبوع الأسبوع الماضي، بلاقي أن متوسط عدد الإصابات في الولايات المتحدة اليومي في الأسبوع الماضي المسجلة، لأن قلنا مش كل الإصابات يمكن تسجيلها عن طريق المسحة الأنفية، حقيقة الأمر ربما 6 أضعاف هذه الأرقام ما راحوش للمراكز الطبية يعملوا المسحة الأنفية، لكن مش هنقدر نعتمد غير على الحاجات المسجلة. المتوسط الحالات المسجلة بواسطة المسحة الأنفية في الولايات المتحدة اليومية أرقام مذهلة، بلغ أكثر من 800,000 حالة إصابة مسجلة يوميا في الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.
مقارنة بكندا اللي هي 40,000 حالة. يعني عدد الإصابات في الولايات المتحدة مقارنة بكندا 20 ضعف، بينما عدد السكان 9 أضعاف فقط. لو سألتني السبب ليه، الإجابة واضحة، متعلقة بنسبة تلقي اللقاح. اللي تلقوا اللقاحين في الولايات المتحدة يمثلوا 60% من الشعب الأمريكي، بينما في كندا النسبة أعلى، اللي تلقى اللقاحين يمثلوا 80%. وشوف بقى ازاي انعكست هذا الوعي، ان 80% في كندا متلقي لقاح مقارنة ب 60% على عدد الإصابات. ان الإصابات اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية 800,000، بينما في كندا 40,000، يعني النسبة 20 ضعف، بينما تعداد السكان 9 أضعاف فقط. طب تعالى في الوفيات، في الولايات المتحدة المتوسط الوفيات اليومية أقل قليلا من 2000 في اليوم. في كندا كان متوسط الوفيات اليومية 66 في اليوم، يعني العكاس على الوفيات أكتر، إن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة مقارنة بكندا 30 ضعف. ومرة تاني أذكر إن الولايات المتحدة السكان 9 أضعاف كندا فقط. ده يبين لنا أهمية اللقاحات. وتعالى نتكلم بالنسب، والنسب لا تخطئ، وأنا بحب الأرقام جدا لأن الأرقام لا تكذب. ودي رقم مطمئن في العموم، إن دلوقتي لما نحسب بالنسبة لعدد الإصابات المسجلة نسبة الوفيات بقت كام في الولايات المتحدة؟ بقت 2.5 في الألف، بينما قبل كده في المتحورات اللي قبل كده كان نسبة الوفيات 1 لـ3%، دلوقتي عندنا 2.5 في الألف. وفي كندا أفضل، نسبة الوفيات 1.4 في الألف. فده يبين لك أهمية اللقاحات في العموم، كيف خفضت بالنسبة الإصابات الشديدة والوفيات من 1 لـ3% في الولايات المتحدة إلى 2.5 في الألف، مش في المية. وفي كندا لأن اللقاحات أفضل انخفض نسبة إلى 1.4 في الألف، لأن قلنا وأعيد تاني، في كندا اللي تلقى يعني عدد متلقي اللقاح حين بلغ 80% من الشعب، بينما في الولايات المتحدة 60%. دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعراض متحور الأوميكرون. ده بيماثل نزل برد أو إنفلونزا، خاصة في اللي تلقوا اللقاح. وهنا هنستخدم عدد 5 كثيرا في حلقتنا النهاردة. ففي 5 أعراض أساسية للأوميكرون. إنه رانينج نوز، سالام في الأنف، عطس، حرقان في الزور نمرة 3، صداع، إجهاد وألم في الجسم. هذه 5 أعراض الأساسية للأوميكرون، وهي تمثل أعراض نزل برد أو إنفلونزا. وبقولها بالعكس، اللي يجيله هذه الأعراض ما يقولش إن أنا عندي نزل برد أو عندي إنفلونزا، حضرتك عندك أوميكرون إلى أن يثبت عكس ذلك. طب في المتحور الأصلي كان ارتفاع الحرارة حاجة أساسية، دلوقتي لا، ارتفاع الحرارة بقى قليل في, في, في أقل من 50% من الحالات. الكحة بقت قليلة، الفقدان الحاسة الشم والتذوق بقت قليلة جدا. طيب السؤال الهام بقى اللي لازم نعرفه، لو أنا عندي هذه الأعراض الخفيفة أعمل إيه؟ أقعد في البيت، حتى مش مهم تعمل مسح أنفية، وهنقول هتتعالج إزاي. طب إمتى أحس إن أنا ينبغي إن أنا أستشير طبيب أو أروح المستشفى؟ نسمع كويس برضو. أهم حاجة إن نسبة الأكسجين في الدم، أما قيسها بالأكسيميتر أكثر من مرة وقياس دقيق، تبقى أقل من 92%. لو لقيت نسبة الأكسجين في الدم عندي أقل من 92% بقياس دقيق ومتكرر، أفكر إن أنا أروح المستشفى. إنما برضو بقول في 5 أعراض أساسية تقول لي إن أنا أروح مستشفى، وهنقولهم بطريقة سهلة. 2 في الصدر هنا، صعوبة في التنفس، مش قادر أتنفس كويس، أو عندي ألم مستمر في الصدر، أدي 2. طب 2 هنا، إن في لخبطة في الإدراك، في confusion، أو مش قادر أقعد متيقظ، عاوز أنام على طول، أدي كمان 2. وبعدين غير كده إن لون الجلد بتاعي أصبح شاحب
أو أزرق، وخصوصاً الزرقان لو حصل في الشفتين. لو عندي أحد الأعراض الخمسة دول، هم دول يقولوا أن أنا أروح أستشير طبيب فوراً أو أتنقل للمستشفى. ولكن يبقى نسبة الأكسجين في الدم يجب أن لا تقل عن 92%، إنما مجازاً نقول 90%، أقل من 90% لازم تستشير. دي النقطة التانية. طب النقطة التالتة واللي هي أساس الحلقة النهاردة، العلاج. نتعالج إزاي بقى؟ أنا بقول الأول العلاجات، ودي اللي خلتني أعمل حلقة، في ثلاث نوع من العلاجات. في علاجات شعبوية، كلام تهريج يعني، اللي يقول لك إيه مثلا كرومونيوم، شلولو، عصير برسيم، مش عارف تاكل توم، تتغرغر بماء وملح. ده حاجات احنا عندنا في حاجة اسمها evidence based medicine، يعني العلاج اللي هو معتمد او على الحقائق. ده حاجات شعبوية يعني اي كلام. نيجي الاخطر بقى، ان هو عندنا علاجات طبية عنترية، يعني ناس بتألف. يعني هدي امثلة، مثلا ألاقي زميل بيكلمني بيقول لي أنا بعالج المرضى بعلاج الجرب، ثبت نوم بتحسن الجرب. إيه العين عنده جرب عشان تديله علاج جرب؟ ثم إن أي عقار له أعراض جانبية، إزاي تعمل كده؟ أو ناس بدون حتى حرارة عند المريض يديله أنتيبيوتكس، مضادات حيوية. ده المضادات الحيوية دي يا جماعة ضد البكتيريا. إحنا الـ الأوميكرون والكوفيد ده فيروس، فليه ندي العين خاصة لو ما عندوش حرارة؟ يبقى احنا، ومرة أخرى بقول، أي عقار له أعراض جانبية. وطبعا المرور بقى بالناس اللي كانت بتستخدم الهيدروكسي كينولين بتاع الملاريا وما شابه. أخطر حاجة بقى في العلاجات الطبية العنترية مش هي كده، هي زي ما سمعنا في الأونة الأخيرة عن البروتوكولات الخاصة. إن واحد يقول لك أنا عندي خلطة سحرية يعني بعالج بيها ومش عاوز أقولها، وتنتهي بأن حياة كثير من المرضى تتعرض للخطر. هنا عاوز أقول إزاي بنقول العلاج ده يستخدم أو لا يستخدم. لازم في الطب بنقولها مع بعض، بنمر بمرحلتين. في المرحلة الأولى مجموعة متخصصة من الأطباء، مش طبيب لوحده، يعني شافوا أن في علاج معين قد يفيد، يعملوا إيه؟ يجيبوا مجموعتين من المتطوعين. بقول متطوعين يعني ما ياخدوش فلوس. المجموعة الأولى يدولها العقار اللي هو محتمل إنه يجيب فعالية، والمجموعة الثانية يدوها بلاسيبو اللي هو دواء غير فعال غير ضار، يعني ممكن يبقى مية. عشان لما الإنسان بياخد علاج وقلنا له ده علاج للمرض، نفسيا ممكن يتهيأ إنه يتحسن، هو متحسنش. فعشان كده في المجموعة الثانية بنجيب مجموعة تاخد العقار اللي بنبحث عنه، ومجموعة تاخد عقار لا ضرر منه ولا نفع. لو لقينا في تحسن إحصائي معتبر في المجموعة اللي تلقت العقار في هذا المرض، يبقى هذا العقار يمكن استخدامه. ما خلصتش كده، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن هيئات طبية متخصصة محترمة تراجع الإحصائيات ونتائج المجموعة اللي جربت العقار. زي مثلا في الولايات المتحدة الهيئة اللي بتقوم بذلك هي الـ FDA اللي هو الـ Food and Drug Administration، إدارة الأغذية والدواء الأمريكي، عشان تشوف الإحصائيات دي صح ولا غلط. وده اللي عن طريقه على فكرة تم اللي هم العقارين الأخرانيين اللي هم بتاع شركة فايزر، الباكسلو فيت ده اللي هو تم اعتباره ده بتاع فايزر لعلاج الفيروس، وده أظن في سنة في يوم 22 ديسمبر لعام 2021 اعتمدته الـ FDA. وده تاني بتاع شركة ميرك اللي هو مونيو بيرا فير، ده اللي اعتمدته برضو الـ FDA، بس أظن اليوم اللي بعده في 23 ديسمبر سنة 2021. الأدوية دي تم تجربتها على متطوعين، وتم قياسهم مقارنة بناس ما بتاخدش حاجة، وثبت إن في فعالية، فتبقى دي ممكن نستخدمها. دي الطريقة الوحيدة اللي يجب أن تعتمد بها الأدوية. إنما غير مصرح وغير أخلاقي إن طبيب يقول عندي بروتوكول خاص بيا أو خلطة سحرية مش عاوز أقولها الباقيين وبستخدمها، هذه جريمة طبية.
في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا وفي دول كثيرة من العالم يعاقب عليها القانون. الإنسان ليس مادة للتجارب، لازم يبقى بأسس وضوابط معينة بيتم تجربة الحاجات دي. طيب نيجي بقى، أنا عارف إن كثير من الناس دلوقتي يعني عاوزة تعرف إنه لو أنا عندي دور خفيف أعمل إيه، ولو أنا عندي دور ثقيل بيعملوا إيه في المستشفى. برضو رقم 5 هنا بيلازمنا، لو حضرتك عندك دور خفيف، بلاقي في ناس كتيرة ماسكة روشتات بيبعتوها لي، وش وظهر وظهر، الناس بتحب حكاية روشتة الوش والظهر دي. لو حضرتك عندك دور خفيف، أنا قلت حتى ما انتش مش لازم تروح تعمل مسحة أنفية، غالبا هتخف في غضون 5 أيام لو عملت 5 حاجات، اهي 5 و5، راحة تامة، ترتاح تماما، دي واحد. غذاء صحي نمرة 2، تشرب مية كتير جدا، شرب المية الكتير ده بيزود فرصة سريان الدم وبالتالي المناعة وبيقلل احتمالات التجلط. يعني مع الاعتذار تشرب مية بالعبط، مش هقولها اكتر من كده. نمرة 3، نمرة 4، تاخد فيتامين دي. فيتامين دي ليه بقول ناخد فيتامين دي؟ لان فيتامين دي اساسا بناخده من الشمس، والانسان ممكن ما يبقاش، انت عشان تاخد الجرعه اللي تكفيك من الشمس لازم تتعرض لاشعه الشمس 10 دقائق يوميا، تعرض الاذرع والارجل والفيس على الاقل 10 ايام ما بين الساعه 10 الصبح و4 مساء. وطبعا ما تبقاش حاطط صن بلوك، ما حدش فينا بيعمل كده، بيقعد يتعرض للشمس ومعرق ايديه ورجليه وحاجات زي كده. عشان كده بنقول فيتامين دي مصدره الاساسي مش في الاكل، موجود في بعض الاكلات زي مثلا الاسماك اللي هي غنيه بالبروتين، بالدهون زي السالمون وزي التونه، لكن غالبا احنا ما بناخدوش في الاكل وما بنتعرضش للشمس. يبقى ناخد، واحد يقول لي طب الجرعه قد ايه؟ حضرتك تاخد في اليوم جرعه في حدود، عشان ما نعداش 1000، رقم سهل تذكره 1000 انترناشونال يونت، وطبعا ما تتخطاش 4000 انترناشونال يونت، لان ده ممكن يؤدي الى تسمم بفيتامين دي. دي اللي تاخدها. واحد يقول لي طب يقولون ناخده فيتامين سي وزنك. اولا لم يثبت ان ليهم اي اهميه في الكوفيد، دي واحد. ثانيا تاخدهم ليه اذا كان هم موجودين في الاكل؟ دول مش زي فيتامين دي. فيتامين دي بناخده لانه مش موجود في الاكل، انما فيتامين سي والزنك موجودين في الاكل. وبعدين تاخد علاج للاعراض، انت عندك ارتفاع في درجه الحراره تاخد خفض الحراره، عندك الام تاخد مسكن الالم. يبقى دي الخمس حاجات اللي تعملها، هقولها تاني في عجاله. يبقى راحه تامه، غذاء صحي، شرب ميه بالعبط زي ما قلنا، فيتامين دي تدي مسكن للالم او خفض الحراره. ده بس اللي تعمله لو حالتك خفيفه. هيستجد بقى حاجه ما اعتقدش ده متوفره في كل دول العالم، اللي هو الدوائين اللي قلناهم بتاع شركه فايزر وبتوع شركه ميرك، اللي هو اول ادويه انتي فايرال بتتاخد اقراص. الباكسلو قلنا الباكسلو فيت، وقلنا الثاني اللي هو بتاع شركه ميرك اللي هو مولنيو بيرا فير. لو عندك الادويه دي، الادويه دي انا عاوز بس اتكلم عليها في عجاله، هي بتتاخد بالفم، لازم تاخدها قبل مضي 5 أيام من بدايه الاعراض، دي واحد، يعني يفضل في اليوم التالت، وهي بتتاخد 5 أيام بالفم. في حاله فايزر بناخد 3 اقراص صبح و3 اقراص بالليل. دي تاخدها امتى؟ لو انت الدور خفيف او متوسط. بغرض ايه؟ بغرض انك انت ما تتحولش لاصابه شديده او تضطر لا قدر الله ان تدخل المستشفى. طبعا في حاله الدواء بتاع فايزر بيتاخد في الناس اللي هي فوق سن 12 سنه، لازم تبقى فوق 12 سنه، دواء ميرك فوق 18 سنه. دواء فايزر اكثر نجاحا، يعني فعاليته في انه يمنع الاصابه الشديده 90% تقريبا، انما دواء ميرك 30%. على العموم ده مش متوفر في الكل، لكن لو متوفر في البلد اللي انت فيها ممكن تاخده. طيب ننتقل بقى لو الحاله شديده تعمل ايه؟ في 5 علاجات معتمده في الحالات الشديده. طبعا غير انك تروح حضرتك مستشفى او تستشير طبيب بقى يوديك المستشفى. واحد اللي هو الكورتيزول، الدكساميثازون، نوع من انواع الكورتيزول، ده مهم جدا
في الحالات الشديدة. 2 تاخد مونوكلونال انتي بوديز، اجسام مضادة ضد الفيروس. احنا قلنا الفيروس قوته في الاشواك بتاعته، هي اللي بيدخل بيها خلايا الجسم، هي بتتفاعل مع الاشواك، الاجسام المضادة بتمنع كاملة. وممكن بدل الاجسام المضادة ناخد البلازما بتاع عيان تعافى، الكونفاليسنت بيشنت بلازما، ناخدها نديها العيان، ما فيها انتي بوديز، بس طبعا لازم يبقى فيها نسبة عالية من الانتي بوديز اللي هنديها العيان، ولازم ما يبقاش فيها يعني العيان ده ما عندوش امراض معدية عن طريق الدم، فاخد البلازما من مريض اديها المريض تاني وهو عنده مرض معدي عن طريق الدم تبقى مشكلة. فاحسن بندي نمرة 2 زي ما قلنا الاجسام المضادة المونوفيلنت انتي بوديز. ريمديسيفير ده دواء انتي فايرال يستخدم بقى في الحالات الشديدة، عكس الدواء بتاع فايزر وميركل اللي قلناه قبل كده اللي بيستخدمه في الحالات الخفيفة المتوسطة، ده في الحالات الشديدة اللي هو ريمديسيفير. وبعدين نمرة 4 بنخاف من التجلطات، فبيدوا انتي كواجلانتس، مانعات للتجلط، بس طبعا بجرعات قليلة ومحسوبة، لانك لو اديت جرعة كبيرة ممكن تمنع التجلط فالعيان يموت من حاجة تانية، يموت من نزيف داخلي، فده الكلام ده لازم يبقى في المستشفى. نمرة 5 لو العيان عنده نهجان او انخفاض في نسبة الاكسجين بنديله ماسك اكسجين، وربما نحتاج الى فنتيليتور، دي لو الحالة شديدة. انما اي تأليفات اخرى لعلاجات اخرى في ذهن الاطباء غلط. انا قلت الخطوط العريضة عشان حضرتك لو عندك دور خفيف من الاوميكرون او عندك دور شديد تقدر تتابع ماذا يحدث، تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. بعد كده انا عاوز اتكلم على العزل. طيب احنا امتى في احتمال ان انا ابقى خدت العدوى؟ عاوزين نتفق عشان نعتبرك مخالط في احتمال خدت العدوى، دي نقطة مهمة جدا وهقولها بوضوح شديد. لازم حضرتك تبقى قعدت مع شخص ثبت ان هو بوزيتيف ايجابي، عمل المسحة وطلع بوزيتيف او عيان بالكوفيد، قعدت اكتر من 15 دقيقة في مسافة اقل من مترين. يعني مش اما فوت جنب عاني يبقى انا خدت العدوى، 15 دقيقة لمسافة لا تقل عن مترين. عشان كده انا عاوز اقول لكم حاجة، لما بروح شخصيا مثلا سوبر ماركت بحاول ان انا ملزقش في مجموعة معينة من الناس فترة طويلة، بمشي بسرعة في الايلز اللي هي الممرات اجيب الحاجات اللي انا عاوزها قصاد الكاشير، احاول اخلص بسرعة، ما حاول لو لقيت صف طويل احاول ادفع الدفع الذاتي عشان ما اقعدش واقف جنب ناس مش عارفهم لاكثر من 15 دقيقة. انت ستتلقى العدوى زي ما بقول تحتاج 15 دقيقة مع شخص بوزيتيف. يبقى الحل ايه؟ ان انت حاول اللي ما تعرفوش حتى ما تقعدش لازق فيه اكتر من 15 دقيقة. طبعا ماليش دعوة بقى بالعطس والكحة، واحد عطس في وشك بقى او كح في وشك دي مش عاوزة 15 دقيقة، وخصوصا لو مش لابسين ماسكات تبقى كارثة. يعني دي طريقة العدوى. طب الشخص بيقعد قد ايه؟ يعني اللي عنده الاوميكرون متحور الاوميكرون، بقولها بطريقة سهلة جدا، بيبقى معدي لمدة 2 قبل ظهور الأعراض و3 أيام بعد ظهور الأعراض، 2 قبل و3 بعد، وعليه غيرت السنتر اوف ديزيز كنترول اند بريفنشن في أمريكا فترة العزل. وبقول تعالى نتفرج على فترة العزل، والحلقة دي كلها خمسات زي ما بقول، غيروها خلوها 5 و5. لو أنا مريض أعزل نفسي خلاص، أشوف بداية ظهور السيمتومز 5 أيام، بس على أساس إن السيمتوم تختفي في الخمس أيام دي، لو ما اختفتش أقعد معزول عن الآخرين، قاعد في بيتي لحد ما الأعراض تزول، أو 5 أيام من بداية الأعراض، وعموما هي بتزول بعد 5 أيام. طب ال5 أيام اللي بعديهم أروح الشغل وألبس ماسك، يبقى 5 و5، ده لو أنا مريض، بس 5 على اعتبار الأعراض زالت وما يكونش فيها حرارة. على فكرة الأعراض زالت وما يكونش فيها حرارة، طب الأعراض لسه موجودة، أقعد كده لحد ما الأعراض تزول، وبعدين 5 أيام بعديهم أروح الشغل بماسك. طب لو أنا مخالط أعمل إيه؟ المخالط ليه وضع تاني. لو أنا مخالط في احتمالين، أنا مخالط ومش متلقي لقاح، أو متلقي لقاح زالت فعاليته. يعني إيه؟ يعني خدت جرعتين من أكثر، الجرعة التانية من أكثر من 6 أشهر. انت عارف لو بقالك 6 أشهر من الجرعة التانية كأنك مش واخد حاجة،
الانتي بوديز الاجسام المضاده بتنزل جدا كانك مش واخد لقاحات. وفي حاله جونسون اند جونسون بعد شهرين من تلقي لقاح كانك مش واخد حاجه. فلو حضرتك مش واخد لقاحات او واخد لقاحات فعاليتها راحت في الحاله دي نطبق عليك نفس القاعده بتاعه المريض. طب وخالد بس انت مش مريض، تعزل نفسك 5 ايام من الجمهور و5 ايام تروح الشغل وانت لابس ماسك. طب لو حضرتك واخد الفول دوز اللي هو الجرعتين او احسن منها واخد البوستر دوز الجرعه الثالثه وحتى مخالط ما تعزلش روحك خالص. ال10 ايام تروح شغلك وانت لابس ماسك. ده قواعد العزل تبقى ازاي. طيب نيجي بقى النقطة الأخيرة الخامسة، مستقبلنا إيه مع الأوميكرون؟ أنا قلت إن في ال3 أشهر يناير فبراير مارس نصف البشرية هيجي لها أوميكرون، متوقع 3 بليون على الأقل هيجي لهم. ودكتور فاوتشي بتاع الفيروسات في أمريكا أضاف حتى إضافة، يعني قال لك إنها كل واحد تقريبا هيجي له هذا الأوميكرون، بس كثير منا هيجيله الأوميكرون وهو بدون سيمتومز، يعني لو فحصته هتلاقي ان هو ايجابي بس ما عندوش سيمتومز. بس قال ان الأوميكرون هيجي لكل الناس. انما الخبر الجيد واللي بقوله ان هذا الأوميكرون اتى وهو الاقل خطورة ليزيح المتحور دلتا وهو الاكثر خطورة، ولا ينهي الوباء. ازاي؟ لما نص البشرية زي ما بنقول في 3 أشهر وزي ما فاوتشي بيقول كلنا هناخدها حتى بدون سيمتومز، يبقى تخيل الناس كلها هيبقى عندها مناعة القطيع، فهيتوقف التحورات ويتوقف الفيروس. طب وإيه اللي هيحصل؟ هيتحول من وباء عالمي بانديميك إلى انديميك، إلى مرض مستوطن معانا زي الإنفلونزا زي الزكام، وهيصبح إنفلونزا وزكام خاصة نفتح ودنا في متلقي اللقاح. يعني امتى هيبقى الدور خفيف وحضرتك مش هيبقى شديد وباذن الله لن يتوفاك الله؟ لو خدت اللقاح. فهذه دعوه ان كلنا ناخد اللقاحات. اللقاح اساسي دلوقتي. نمره 2، ودي بقولها ولفتره طويله، هيظل الماسك جزء من الملابس الرسميه، زي ما حضرتك بتلبس القميص بتاعك هتلبس الماسك. الماسك ده بيقي من جميع انواع المتحورات. وطبعا الحاجات العامه في وجود العدوى التنفسيه، ان احنا نتباعد اكتر من مترين، ما ندخلش اماكن مزدحمه، نحاول نتفاداها، البيوت نهويها بتاعتنا كويس، نحرص على العادات الصحيه الجيده، ان احنا نغسل ايدينا بمطهرات، ولما نكح او نعطس نحط كلينكس او نحط فكوعنا عشان ما ننشرش العدوى. ولكن أخيرا بقول بإذن الله هذا المتحور أوميكرون هو الهدية والخطة الإلهية اللي شالها لنا ربنا عشان يزيح الكابوس بتاع وباء كوفيد-19. والمتحور أوميكرون يزيح المتحور الأخطر هو دلتا، وزي ما قلت في الولايات المتحدة الأمريكية كما بدأت في الحلقة نسبة المتحور أوميكرون 98.3%، نسبة المتحور دلتا 1.7% دلوقتي بيتم إزاحته من متحور خطير اللي هو الدلتا لمتحور أقل خطورة الأوميكرون، خاصة في متلقي اللقاح. متحور أوميكرون والوباء الحالي هو وباء غير متلقي اللقاح، فأرجوكم من فضلكم تلقوا اللقاحات، احرصوا على الماسكس كلها بإذن الله أقل من 6 شهور، وبإذن الله وهنلتقي سويا سيزول هذا الكابوس ويزول هذا الوباء. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألقاكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم سعادتك في صحتك مع الدكتور ناجي، أستودعكم الله وشكرا، وأرجو لكم دوام الصحة وزوال الغمة.